وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس عمار ياسر عبد الكريم، رئيس الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. بعد التحية سيد عمار، هل لك أن توضح لنا أكثر ما هو المقصود بهذا النظام وكيف سيعود على قطاع البلديات بشكل عام في مملكة البحرين؟ طبعا اهلا وسهلا فيكم، اشكركم على اتاحه هذه الفرصه للبلديه. طبعا نظام الرصد المتحرك هو نظام تم تصميمه وبرمجته من قبل اداره نظم المعلومات في ديوان الوزاره لرصد ومتابعه جميع انواع المخالفات البلديه، ويهدف الى توفير قاعده بيانات متكامله عبر بوابه واحده. طبعا اهم استخدامات النظام الموجود في تفعيل جميع الأنظمة والقوانين المعمول فيها، وأيضا نأمل في إذا كانت هناك قوانين أخرى ستسند إلى البلديات في المستقبل القريب يتم برمجتها عن طريق هذا النظام. طبعا أهمية استخدام هذا النظام راح يعود في البلدية على رصد جميع المخالفات البلدية وعمل على حلها وحسب الإجراءات المعمول فيها، ونتأكد عن طريق المخالفات يتم رصدها بصورة صحيحة واستكمال أرشفتها في أرشيف إلكتروني متكامل، ونقدر في هذه الحاله الله يسلمك سرعه الوصول الى المعلومات اللازمه في الموقع لتحديد المخالفه بشكل افضل وسرعه الرصد في الميدان. نعم. المهندس عمار ياسر عبد الكريم، رئيس الرقابه والتفتيش في امانه العاصمه بوزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لك.